قيس العمدوني يجبر الترجي الرياضي على اقتسام النقاط واستحق عن جدارة لقب رجل المباراة. وهك الأولمبي يظفر بنقطة ثمينة باهية للمعنويات بعد المعاناة في سابق الجولات. وفي المقابل الترجي ما استغلش عثرة جاره الإفريقي ويواصل مشاركته الصدارة. أهمية نتيجة اللقاء بالنسبة للفريقين وخاصة للباجية اللي يعاني في قاع الترتيب ما خلتناش نشوفوا مستوى فني كبير خلال الفترة الأولى. وأبرز المحاولات كانت الترجية ابداها العكاشي والحارس قيس العمدوني يحول الكرة للركنية. بعدها انخفض النسق وحتى الهجمات اللي حبكها هجوم الفريقين ما شكلتش خطر يذكر على نوارة والعمدون. وتبقى الفرصة اللي ضيعها الدراجي في الدقيقة 41 أخطر عملية خلال الفترة الأولى اللي أنهاها محمد سعيد الكردي متعادل 0-0. في مستهل الفترة الثانية قام محمد الكوكي بزوز تغييرات في نفس الوقت. تغييرات كادت تبعث له أوراقه بعد تعرض زوز الملعبية في فترة زمنية متقاربة الإصابة. حمزة جلاسي غادر الميدان وفخري العمدوني بجرينتا كبيرة يصر على مواصلة اللعب رغم الأوجاع. الحمد لله الواحد هذا جمعيته كما تلقاهوش الوقت هذا وقتش تلقاه. الحمد لله يا ربي كملت وعاونت صحابي. الكوكي حاول تغيير أداء الأولمبي لكن هذا ما صارش. الترجي سيطر بالطول والعرض والفرص تتالت. الغرس اللاوي ضيع رغم انفراده بالحارس العمدوني اللي كانت له أيضا علامة الامتياز أمام العكيش. شمس الدين الذوادي صعد للهجوم وجرب حظه في مغالطة العمدون اللي واصل تعلق. سيباستيان دي صابر يلعب ورقة هيثم الجوين. هيثم حاول بالرأس وكورته مرة جانبي ليخسر في المرة الثانية مواجهته للحارس قيس العمدوني اللي بشجاعة كبيرة يتصدى الكرة مستحيل. يعجز هجوم الترجي على الوصول لشباك البجية ويتفوق الحارس قيس العمدوني على أقوى خط هجوم في البطولة. جات في وقتها باش نتعداو الصعوبات اللي تعدينا بها من اول العام. نحن نمر ببعض الصعوبات ما نيل يعني قدام فريق كبير اللي هو الترجي في بلادنا نحاولوا نبنيو عليها. ان بوين اليوم سير كوتي مورال الحمد لله تعاوننا سيرتو كنا بيان بلاسي اليوم سير تيران والحمد لله ان بوين ان شاء الله نكملوا نحضروا به ماتش المرسى الجاي ان شاء الله يا رب. تعادل ضد الترجي التونسي في ظل الظروف الصعيبه برشا اللي نمروا بها على كامل المستويات اكيد هو في طعم الفوز. ان شاء الله بون انا نشكر الملعبيه ساعه على المردود نتاعهم على الابليكاسيون نتاعهم على القلايب والجرينتا. ان شاء الله ظهروا الناس هذا الملعبيه هذم انه الاولمبي البيجي مازال حي. وان شاء الله الناس اللي كما قلت اللي يعني حول الفريق يلتفوا ويوفروا الشيء اللي طلبنا به. ما طلبناش بحاجات كبيره، احنا طلبنا بحاجات تاسس لفريق قادر انه يلعب في الرابطه المحترفه الاولى. نحكي مع تفلساح صاحبتك زعما؟ ايه والله ليه تفلساح بيحب الاسبيرونس يهني فيا على انا كيجي الاسبيرونس. اي متحلف فيك شو فيه؟ متحلف فيها صاحبنا خلي ولد الناس كونت الاسبيرونس اليوم. ما تشويت كيما هكا لازمك تمركي من الاول ولازمك تحافظ على النتيجه. والله غالب ما ماركيناش نزيدو نخدمو قدام الكاج ونزيدو نحضرو روحنا مازالو ماتشوات قدامنا. C'est ce qui a fait اليوم la différence. Déjà match nul pour nous c'est comme si on avait perdu parce qu'on a eu les occasions et on a pêché devant le but. Moi j'ai loupé un ballon, il y a eu d'autres joueurs qui ont loupé aussi et voilà on a pas su marquer ce but qui aurait pu faire la différence très rapidement. On a eu les occasions de marquer très très vite dans le match et on n'a pas pris on n'a pas pris cette chance-là. On est forcément déçu parce qu'on était nettement supérieur à l'équipe adverse qui a eu le mérite de tenir jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une déception au vu du nombre d'occasions qu'on a. Match de football, il faut mettre les occasions au fond des filets et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Personne ne peut être capable de dire s'ils étaient là, on aurait peut-être perdu le match. On ne sait pas, personne ne peut dire ça. Donc on se préoccupe de ceux qui sont disponibles. C'est à eux de saisir leur chance. Et puis après, quand ils rentreront, on décidera si on les incorpore. On a un groupe qui est très, très, très gros. On a Ghers El Laoui, on a Driss Mhersi qui est sur le banc. On a Haytham, on a malheureusement Yannick qui est blessé. Machallah, l'espérance, on a, si un joueur n'est pas là, on peut le remplacer. خلقنا ستة ولا سبعة فرص وقت ما تخلقش فرص هذيك البتاتر نجم نحكيه نقولوا على اللمسة الأخرى. ليه اللمسة الأخرى موجودة؟ هي اللمسة الأخرانية للكاج هي اللي كانت ناقصة اليوم.